لا يكاد يقترب أي موسم انتخابي في العراق دون خوض الفواعل السياسية فيه حراكا محموما لتغيير القانون الانتخابات بطريقة تهدف لضمان حصصهم النيابية وعدم ظهور طرف جديد يمكن له أن ينافس القوى التقليدية الحاكمة منذ العام 2003 وحتى الآن، وبالتالي يهدد هيمنتهم ومصالحهم وإمساكهم بمقاليد الحكم. ولعل أبرز الساعين لهذا التغيير هو ائتلاف دولة القانون بزعامة نور المالكي. رغم توجهات بعض قوى الإطار على تعديل قانون الانتخابات للدورة الانتخابية القادمة، لكن لا أعتقد بإمكان تعديل قانون الانتخابات مع الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية لمجلس النواب، بالإضافة إلى الكم الكبير من المشاكل السياسية والاقتصادية داخل العملية السياسية، بالإضافة إلى ذلك عدم التوافق ما بين الكتل والأحزاب المنضوية بالعملية السياسية. كل هذه عوامل ضغط ستؤثر على قانون الانتخابات وأقرار قانون جديد خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة الحالية. مخاوف القوى الحاكمة تعززت عقب انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة وما أفرزته من ظاهرة المحافظين المتمردين على الإطار التنسيقي الذين استطاعوا أن يحصدوا أصواتا منحت قوائمهم مقاعد كثيرة وضعتهم في خانة المتحدي لهذا الإطار ومكنتهم من إعادة قيادة مدنهم، إضافة للمخاوف من دخول رئيس الوزراء محمد شيع السوداني بقائمة انتخابية خاصة به من جهة، والخشية من أن يتحالف مع المحافظين المتمردين ويضم مقاعدهم من جهة ثانية. السيناريوهات الحاضرة في هذه المرحلة هو تضييق الخناق على السوداني، باعتبار اليوم السوداني بدأ كأنما هو قطب منافس لبعض قوى الإطار التنسيقي، وبالتالي هنالك محاولة اليوم لتحجيم المساحة السياسية على وإزدال الستار على السيد السوداني. لكن هذا الموضوع حقيقة فيه أكثر من جنبه، الجنبة الأولى ممكن أن يحقق الفوز بهذا القانون المختلط، وهذا الموضوع يعني حقيقة يحتاج إلى ربما تجربة ميدانية واقعية، لأنه اليوم الدراسات النظرية في القوانين الانتخابية تختلف عن المعطيات إذا ما طبقت على أرض الميدان. وبحسب الوقائع الحالية فإن الطبقة السياسية في العراق تتنافس على إنتاج نظام انتخابي يديم هيمنتها وسيطرتها على مخرجات الاقتراع بدلا من السعي إلى تقديم منظومة انتخابية عادلة تحقق هدف الانتخابات الجوهري وهو تمثيل حقيقي للشعب وضمان العدالة والنزاهة والشفافية للجميع. القوى السياسية الحاكمة في العراق تحاول تقديم قانون انتخابي جديد مفصل على مقاساتها فقط دون النظر إلى مخاطر هكذا توجهات على مستقبل البلد. إناس العطية، اليوم، بغداد.